الإبداع لا يموت، ولازم نكون عارفين إن الفنان الراحل جميل راتب كان مثقف جدا، كان قارئ، كان عنده رؤية، وكان دايما بينتقي أعماله، وعلشان كده هو كان مبدع. في فنانين كتير جدا بيمروا على حياتنا ولا يتركوا بصمة، اللي بيترك بصمة هو المبدع. معانا على الهاتف الأستاذ سمير جمل، الكاتب والناقد الفني. أهلا يا أستاذ سمير. الخط قطع، نحاول نرجع تاني. الفنان جميل راتب مش بس مثل في مصر، مثل أفلام أجنبية وعمل مسرح ونجح في فرنسا قبل ما ينجح في مصر، لأن برضو هرجع وأقول هو مثقف ومتعلم وقارئ، وأي مجال إن كان بدون العلم والثقافة ليس هناك إبداع، هيبقى عمل وعدة. ورجع لنا دلوقتي أستاذ سمير جمل، أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ كيف ترى رحلة الفنان المبدع جميل راتب؟ يعني جميل راتب ده حيرنا، لأنه يعني كوكتيل من أنه خواجة مصري بنكهة شعبية جميلة خالصة، يعني حتى أسلوبه في نطق الكلام تحس أنك قدام خواجة، بس مش قادر تقول أنه خواجة كامل، لكن خواجة من نسيج ومن صميم الأرض المصرية الجميلة، وتجاربه الفرنسية اللي اشتغل فيها في فرنسا ولغته الفرنسية يعني ما ظهرتش في أعماله بشكل فيه قدر من التعالي، تحس إنه حد غريب أو حد جاي مهاجر إلى هنا، لكن حسيت فيها بالمصرية وحسيت فيها بالأصالة، لأنه كمان هو يعني درجة الود الإنسان اللي كانت موجودة عند الأستاذ جميل راتب كانت بتمسح كل يعني فكرة التغريب أو إنه كان ايوه. حضرتك لو نظرنا لدوره في فيلم الكيف كان فيه عبقريه، يعني كان معجون بالاحساس المصري بالكامل والشخصيه المصريه، وكانه بالفعل تاجر من تجار بطنيه مش متعلم في فرنسا. هي دي عبقريته بالظبط، يعني انت قدام شكله كده برنس ورجل خواجه، ولكن من جواه فول وطعميه وكشري، او اقنعنا انه من البطنيه صح. يعني انا بقول لك كده، يعني برنس كده مستورد ولكن من جوه مليان فول وطعميه وكشري. وغير كده الجانب اللي اجمل في جميل راتب مش بس فنه، وده بياكد لنا ان مفيش فن من غير انسانيه، مفيش فن من غير محبه حقيقيه بين للناس اللي حواليه وللموضوع اللي بيشتغله وللجموع اللي حواليه، وانا رايي ان هي دي قيمه جميل راتب الحقيقيه، وقيمه اي حد يعني يمارس العمل الفني او يمارس حتى اي عمل من غير المحبه ومن غير الاحترام لشغلك وحبك لشغلك. كانت علاقاته كويسه مع الاخرين؟ جدا. كانت علاقاته ودوده، مش كده؟ انا اللي اعرفه انه كان ودود جدا مع زمايله. يعني انت تشوفي مثلا علاقاته في المشاهد حتى بالذات مع محمد صبحي، تحس فيه يعني ود موصول كده، يعني بشكل يعني يكاد يكسر الايهام بتاع التمثيل، ان الناس دي ما بتمثلش، عايزين يقعدوا يحضنوا ويبوسوا في بعض من كتر المحبه المتواصله اللي بينهم. وطبعا مش مع صبحي بس الواحد، يمكن مع صبحي عشان اكتر اعماله كانت مع صبحي او اشهرها او ابرزها من اول رحله المليون. من ترى من المحتمل ان يكون امتداد للفنان جميل راتب على الساحه الفنيه الان؟ لا ما فيش حد، والامتداد ده ما فيش حد، لان كل واحد المفروض ان كل واحد ليه بصمه في شغله، وكل واحد ليه طريقه في شغله، وده مهم جدا عشان الناس ما تتكررش بمره اخرى تاني، يعني اذا احنا استنسخنا جميل راتب تاني عمره ما يبقى زي جميل راتب الاصلي، ولا احنا عاوزين صوره تانيه من جميل، عايزين نحتفظ بجميل راتب بشكله وباصالته كده على طول زي ما هو، وبرضه ده ينطبق على كل العمالقه الكبار اللي موجودين، انا بس كان نفسي حاجه واحده يمكن ويعني وبلغتها عن طريق زملائي اللي ما التقيتش بيه بشكل مباشر، قلت له انا نفسي اعمل مسلسل عن بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحده وصدامه مع امريكا، وانت تبقى اللي تلعب دور. هو شبهه شويه فعلا. جدا. فعلا شبهه فعلا. ميرسي يا فندم السيد سمير جمل، اهلا بيك، شرفتنا. الله يرحمه. وهنرجع تاني ونقول برضو الابداع لا يموت.
وضاف لنا الناقد الأستاذ سمير دلوقتي إن المحبة والود والعلاقات الكويسة دي كمان لا تموت.